اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من اكله امي. النهارده مع بعض من خلال السوشيال ميديا وبنتابع فريق السوشيال ميديا قال لك يا شيف مغازي شبعنا لحمه، كنا لحمه كتير وبصراحه انت ما قصرتش معانا، الفته وعملناها، حلويات الخروف وعملناها. تعالوا مع بعض النهارده نعمل اكله سمك بناء رغبه الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا من خلال السوشيال ميديا. والطلب مننا للامانه في بعض الاطفال طالبين مكرونه نجرسكو بالجمبري، هي لها مدرسه كده هنشوف نعملها مع بعض ازاي. والشطاره ان المكرونه ما تشدش منك عشان ما تبقاش مجلده، يبقى الجمبري له شخصيته والمكرونه لها شخصيتها. معانا النهارده سمك الفيليه بتاعنا او الجزل او ممكن نجيب اي نوع سمك نعمله كبسه، بس انا اخترت النهارده سمك القشر البياض. جزل قشر بياض دي بتتباع في اي بتاعه حلقه سمك، انا جبته النهارده معايا. ممكن تشتري كيلو، نص كيلو، 3 كيلو حسب عدد افراد الاسره. نشوف ازاي نعمل الكبسه بالتوابل العربيه، حاجه لطيفه وجميله وكمان الطعم بتاعها بيكون واخد الطعم العربي. الفكره بقى اللي جات لي النهارده الكابوريا المقليه بالسمسم، ازاي نقلي كابوريا ونقزقز كابوريا بالسمسم وتبقى لطيفه وجميله. نقدم معاها كاتشب، نقدم معاها مايونيز، سويت اند صور حسب الرغبه. كابوريا مقليه من الاكلات الجميله اللي الاطفال هيحبوها. دايما الكابوريا لما تكون غطسانه في صلصه او صينيه شكلها يخوف شويه، اما لما تكون مقليه بكفر لطيف وحلو بتبقى بنت عم الجمبري. تفاصيل كتيره في الحلقه بتاعتي. ما تنسوش طبعا كمان معانا النهارده الفروت سلطه بطريقه جديده هنعمله بالشربات وبعصير الليمون، حاجه جميله عشان نحافظ على لون الفواكه الطبيعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بيها. معانا فروت سلط. استاذ رحاب بعد اذنك مقادير الفروت سلط على الشاشه. بتقول ايه فروت السلط؟ تشكيله الفواكه اللي موجوده عندك في الثلاجه، ملهاش قيد يعني، اللي موجود عشان نبقى واضحين مع بعض. يعني ممكن يكون موز، ممكن تفاح، ممكن عنب، كيوي، خوخ، اللي موجود عندك، توت. حلو الكلام. هتاخد الفواكه كلها دي تقطعيها مع بعض، اللي فيها نوى بتشيليه طبعا، واللي ما فيهاش بتقطعيها زي العنب مثلا زي ما هو يفضل، يعني ما فضلش في الفروت سلطه يتفتح. حلو. وكل ده مع بعض يا عم الشيف ويتحط في قلب طبق كده ونحط عليهم شويه ايه؟ عصير حامض. عصير حامض عباره عن ايه؟ عصره ليمون مع شويه ميه. تلاقي الفواكه بلونها الطبيعي اللي باين على الشاشه قدام حضراتكم كده بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بوله صغيره، وعندنا شربات، عندنا عصير ليمون، ورقتين نعناع اخضر حلوين طيبين، الشربات. لازم تجيب المضرب هنا، ما تكونيش خلطتي بيه قبل كده توم ولا بصل ولا اي حاجه. فين المضرب يا شباب؟ اهو الحمد لله. حلو. نحط على الليمون ده الشربات او عسل، اللي معايا ده عسل ابيض. نقلبهم مع بعض. ده ليمون وشربات. ورقتين نعناع اخضر حلوين، كانك بتعملي عصير الليموناتة. شفت الجو ده كده؟ اهو ده الفروت سلطة بتاعنا الجميل الحلو. هو يا شيف مغازي النعناع ده يتحط على الفاكهه؟ اه جرب، جربي وقولي لي. زي الفل تمام. جربي اهو كده اهو. ونحط يا عم الشيف ده الجديد بقى ده على الوش، ده فروت سلط بالشربات مع عصير الليمون، هتلاقي طعمه مختلف اهو. وجود النعناع بعد تقطيعه بالطريقه اللي انا عملتها دلوقتي مع عصير الليمون مع الشربات بالتاكيد هيديك فليفر مميز جدا. نجرسكو على الشاشه جواه جمبري مخلوطه بالجمبري، وشايفينها طالعه لسه من الفرن بتغلي. وعايز اقول لحضراتكم كل عام وانتم بخير وعيد سعيد على كل الأمة الإسلامية وكل الناس اللي بتتابعنا، الناس الطيبة واللي بتدعي لنا واللي بتقول لنا كلام حلو. بشكركم. أنا دخلت على السوشيال ميديا وبتابع، أنتوا عارفين أجازة بقى، فبشكر حضراتكم لكل التعليقات وكل الكلام الحلو اللي أنا شفته على السوشيال ميديا. بوجه لكم التحية والشكر إنك تمسكي تليفونك أو تشغلي وقتك وتكتبي كومنت أو تشكرينا، دي حاجة كبيرة عندنا على فكرة. والكلمة الطيبة زي ما دايما بقول كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء. كل سنة وحضراتكم بخير، وانتظروا منا إن شاء الله المفاجآت بإذن الله مع بداية الأسبوع كالعادة. نتخلص من الدهون والدسامة بتاعة الأكل وبتاعة حلويات العيد، اللي هي مش حلويات العيد اللي هي الحلويات بسبوسة وكنافة، لا حلويات العيد اللي هي بتاعة الخروف، اللي هي الكرشة بقى والممبار والسجق ولحمة الراس والكوارع، الحاجات اللي احنا عارفينها كلها. والنهاردة حبيت أعمل لكم سمك، وكل سنة وحضراتكم بخير. رؤية، فن، إبداع، حتى مع أكلة السمك. كلام ده منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.
الله.